ولاية بشار بخاصية تباعد التجمعات السكنية، وبالتالي يتطلب الأمر نقل التلاميذ المتمدرسين عبر المؤسسات التربوية خاصة في الأماكن النائية. 20 حافلة صغيرة للنقل المدرسي وزعت على بلديات الولاية. هذا يخلينا أول نحلينا مشاكل تاع النقل تاع التلاميذ عبر الأحياء وعبر المداشر. عندنا ولا خدير 160 تلميذ وكرزاز 35 تلميذ، وعن ذلك مازال بنت الشرك نقلوا لها، نجيبوا نقلوا المتوسطة والثانوية في نفس 65 كيلومتر هاك و70 كيلومتر كرزاز و45 كيلومتر ولاد خدير وزيد 25 كيلومتر تيمغارين. العملية تدخل ضمن المبادرات الرامية إلى توفير الأجواء المقبولة أمام التلاميذ. اليوم راك تشوف انا نقسموا في الحافلات الخاصه بالنقل المدرسي وتمس جميع البلديات النائيه حتى نضمن لاولادنا استقرار وظروف جيده في التمدرس، وهذا دائما يدخل في تطبيق اللي تعلمت السيدة الجمهورية. بلدية تبلبلة والله كنا في أمس الحاجة لهذه الحافلة نظرا للظروف تاع وعناء تنقل التلاميذ بين القرى ونظرا للمساحة والمسافات الشاسعة، كمثلا قرية بوطبيقة 85 كيلومتر على الأطفال يتنقلون أسبوعيا تقريبا. الحمد لله هذه العملية جات في الوقت المناسب تقريبا. كما تطلع البلديات بمهام إيصال التلاميذ إلى مواقع الدراسة يوميا ذهابا وإيابا.